عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن إن كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله وهو يخطب فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنه الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلى رعاء الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.